مساء الخير يا شباب، يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله، وان شاء الله تكون ظروف كده بسيطة وتعدي علينا جميعا يا رب على خير ان شاء الله. انا بس عايزة اطمنكم، يعني احنا ان شاء الله هنبقى على تواصل بإذن الله على طول مع بعض. وبالنسبة للمحاضرات اللي احنا رفعناها لكم من يومين، ال10 محاضرات، هي دي المحاضرات بتاعتكم طول الترم طبعا، عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها والحاجات الاستثنائية اللي حصلت دي. فهو كان في موضوعات المفروض تانية هناخدها، بس يعني انا شلتها واكتفيت بال10 محاضرات دول اللي هم معاكم ان شاء الله في الباوربوينت. احنا اوريدي خدنا منهم 6 لحد السادسة، احنا شرحناهم كده، بقى لكم 7 و8 و9 و10. انا طالبه منكم بس ان انتوا تبتدوا تقروا في الجزء الجديد اللي احنا ما خدناهوش، وتبتدوا شويه تذاكروه. والحمد لله ان هو جزء، يعني المعلومات اللي فيه تعتبر معلومات يعني لطيفه، ومن متابعتكم كمان ممكن يعني تزيدوا في الموضوع ده. هو الجزء اللي جاي بيتكلم عن الاعلام والسياحه، وهتلاقوا عندكم في المحاضره ال7 والـ8 بنتكلم عن ايه، يعني ايه اعلام سياحي، وايه هو الدور اللي المفروض يقوم بيه الاعلام عشان خدمة السياحة. وهتلاقوا فيه التركيز على التلفزيون اكتر، وايه خصائص التلفزيون كوسيلة سواء من حيث الصورة او المضمون اللي بيتقدم فيه عشان يخدم السياحة. والاتنين دول هتلاقوهم بيخدموا على بعض، وهتلاقوا ان هو فيه كمان جزء عن المضمون السياحي المباشر والمضمون السياحي غير المباشر. واحنا دايما بنقول ان المضمون السياحي غير المباشر افضل بكتير من المضمون السياحي المباشر، لما بيتقدم دعاية سياحية عن طريق دراما تلفزيونية او افلام او اغاني فيديو كليب او برامج، حتى برامج الطهي او الطبخ او تقديم الاكلات، حتى لو حابين ان احنا يعني بيعرضوها بشكل ان هم بيروجوا فيها لأكلات معينة او لبلد معينة او ثقافة معينة، فدي برضو تعتبر من الحاجات اللي بتعمل دعاية سياحية احيانا لبعض المناطق. او حتى برامج زي برامج تلفزيون الواقع، حاجات زي ستار اكاديمي لما كان شغال، وغيرها من النماذج برضو اللي ممكن تقدم دعاية سياحية لدولة معينة او لمكان معين. ان شاء الله هتلاقي عندكم في المحاضرات يعني في نماذج من ده كتير. انا بدي تقريبا نموذج او نموذجين على كل عنصر من العناصر دي. هتلاقوا حاجة زي الدراما التلفزيونية مثلا، بنستفيد فيها كلام عن الدراما التركية، وازاي ان هي اول ما اتعرضت في 2007 على NBC بنموذج نور وسنوات الضياع، كانت نقلة سياحية كبيرة جدا لتركيا. ويمكن حتى القائمين على الأعمال دي ما كانوش حاطين في اعتبارهم خالص الجانب السياحي، لكن بعد ما لقوا إن الموضوع فعلا بقى ليه آثار سياحية إيجابية، وبالفعل زادت السياحة بشكل كبير لتركيا بعد عرض المسلسلين دول، وبالذات من الشرق الأوسط ومن الخليج العربي، فابتدوا إن هم يركزوا في كل بعد كده أعمالهم على فكرة الترويج السياحي من خلال المضمون الدرامي. فده برضو هتلاقوا نموذج انا بتكلم عنكو او بتكلمت فيه شوية برضو معاكو كتير، وهتلاقوا المقارنة بقى بينه وبين النموذج الدراما المصرية، وايه المفروض اللي احنا عايزين من الدراما المصرية تعمله والكلام ده. الافلام نفس الكلام، اغاني فيديو كليب هتلاقوني برضو مدياكو كذا نموذج، حاجة زي ديسباسيتو زي 3 دقات، وغيرها من الاغاني زي مثلا اغنية مصر قريبة، ودي من الأغاني اللي أنتجت خصيصا عشان تخدم السياحة المصرية وتشجع السياحة العربية لمصر. وده كان وقت وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، وهو اللي تبنى الفكرة دي وعمل هي حتى الحملة بتاعت مصر قريبة، وأطلقوا بمناسبتها الفيديو كلاب ده. ده بالنسبة للمضمون السياحي غير المباشر، واللي احنا بنقول ان احنا بنفضله في شغل الدعاية السياحية أو الترويج السياحي، لأنه بيبقى مشوق أكتر وبيبقى ثماره يعني بتجنى بشكل أسرع. بالنسبة للمضمون المباشر، ده بيبقى مضمون سياحي موجه بالفعل بمضامين سياحية أنا عايزة أوجهها للجمهور، سواء كانت برامج سياحية، أفلام تسجيلية سياحية، حملات إعلامية سياحية،
او فواصل مصورة كده، اللي هي بتبقى الفلن او الفلرز اللي احنا بنقولها، اللي هي بتبقى فواصل بتيجي بين الفقرات المختلفة في التلفزيون، ودي بتخدم برضو السياحة لانها بتقدم ترويج لبعض الاماكن او لبعض المناطق، وبتبقى مصاحبة مثلا ليها اغنية معينة او موسيقى معينة، او بيبقى ما فيش اي حاجة مصاحبة ليها غير مجرد اسم المنطقة اللي هي بتروج ليها. ويمكن احنا بنشوف كتير من النماذج دي في الدي ام سي وفي السي بي سي حديثا دلوقتي، برضو بقى يهتموا بموضوع الفيلرز السياحية دي. فده بشكل عام العناصر الأساسية اللي موجودة في المحاضرتين كده السبعة والثامنة اللي معاكم. بالنسبة للنماذج، سواء بقى اللي معايا الكتاب ممكن يلاقي ان انا بدي مثلا اكتر من نموذج بالشرح، يعني في على البرامج، على الأفلام، على الأفلام التسجيلية وهكذا، سواء اللي معاه الكتاب أو حتى اللي هيبقى معاه المحاضرات من الباوربوينت. أنا ببقى كاتبة كذا نموذج أو كذا مثال، بس مطلوب من حضرتك تعرف نموذجين في كل عنصر أو في كل آيتم. لو بنتكلم عن الأفلام التسجيلية السياحية، أعرف لي مثلا نموذجين فيلم مثلا قلعة قايتباي والقاهرة مثلا أو غيره. بنتكلم عن الدراما برضو، نعرف برضو نموذج أو نموذجين من الدراما اللي استخدمت بشكل سياحي كويس. لو أغاني نفس الكلام، لو بنتكلم عن البرامج السياحية هتلاقيني برضو مدية أكتر من نموذج، اكتشف السعودية ومشاوير وعيون بيروت ومسافرون، برضو أعرف منهم نموذجين أو ثلاثة وهكذا. في حاجات ممكن تيجي من متابعتكم انتوا، المتابعات الحالية او المستمرة، انتوا تدوني نماذج تانية برضو جديدة او حديثة، فده طبعا يعني برضو يعني تمام جدا بالنسبة لي. تمام، فانا استأذنكم تقروا المحاضرتين السبعة والثامنة، وتقروها كده وتذاكروها كده بشكل مركز. ولو في اي استفسارات عندكم، اي حاجة غامضة، اي حاجة ملتبس عليكم مش فاهمينها، اكتبوا لي يعني في كومنت على المسج اللي انا هبعتها لكم او على الفويس ده، او اعملوها في بوست وانا بعد كده هبقى برضو ارد عليها، او من خلال استاذة الهام برضو المعيدة معانا. بالنسبة لفكرة زي ما قلت لكم، متشغلوش بالكم بموضوع الكتاب دلوقتي عشان الظروف اللي احنا فيها، ركزوا بس على محاضرات الباوربوينت اللي معاكم لحد ما نشوف ان شاء الله بعد الاسبوعين دول الدراسة هيحصل معاها ايه. ما تشغلوش بالكم بموضوع الميد تيرم، احنا برضو منتظرين قرارات الكلية بخصوص الموضوع ده، واي حاجة هنعرفها برضو اكيد هنقولها لكم او هنعلمكم بيها. بس اللي عايزة اطمنكم عليه، احنا في ظروف استثنائية، واكيد اكيد هنراعي في اعتبارنا طبعا الظروف دي واحنا بنقيمكم او احنا بنحط الامتحان او اي حاجة من دي. فما تشغلوش بالكم دلوقتي خالص بفكرة التقييم او بفكرة الامتحان او الكلام ده، يعني ركزوا بس ان انتوا فعلا تقدروا يعني نعمل موضوع الاستفادة القصوى من الماتيريال اللي عندنا بالظروف او بالامكانيات اللي احنا بنمر بيها. حاجة كمان بالنسبة للأسايمنت بتاعتكم، أنا متابعة البيجز اللي انتوا بتعملوها ومتابعة الشغل بتاعكم، وعجبني أفكاركم كلها، ويعني فخورة جدا بشغلكم. فيعني عجبني الحماس بتاعكم وعجبني الأفكار وعجبني الشغل بتاعكم، طبعا استمروا في ده يعني، وإن شاء الله بالتوفيق الدائم ليكم. إن شاء الله يا شباب هفضل برضو معاكم على تواصل كده، وبإذن الله ممكن بعد كده هنعمل فويسات تانية لبقية العناصر بتاعة المحاضرة اللي بعدها واللي بعدها إن شاء الله. وزي ما اتفقنا، لو في أي حاجة غامضة عليكم أو ملتبسة، ياريت تعملوها لي بيها كومنت أو بوست كده، وأنا بإذن الله حتى لو مردتش في وقتها هرد عليكم برضو باستمرار إن شاء الله. شكرا، وأشوفكم على ألف خير إن شاء الله، بالتوفيق يا رب.